السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه هاد الدريس هذا. هاد الدرس خفيف وسهل كيف ما كتلاحظوا معايا. المهم حاولت نخدم معكم هاد الدرس بجوج ديال الطرق. الطريقة الأولى درت فيها الدرس ديال الواحد في الراس الفوق، والطريقة الثانية خدمتها بلا هذاك الدرس. فانتوما غادي تشوفوا الدروس بجوج وتقدروا تختاروا ما بيناتهم اين واحد فيهم اللي يعجبكم. يعني ممكن تاخذوا الشكل الاول وتخدموا به كل شيء، او الشكل الثاني تستعملوا يعني في الخدمه ديالكم كامله، او تقدروا ديروا بحال هذه الخدمه يعني تبقاو تخدموا كل درس في شكل يعني جوج ديال الدروس مختلفين. المهم اول حاجه كتبتي الخيط في الثوب، ومن بعد كديري غرزه في الثوب، ودابا كترجعي فيها بحبكه. من بعد غادي نكملوا عادي. دابا هذه هي الحبكه غادي نديروها هي الاولى، ومن بعد نخدموا عليها الدرس. دابا درت غرزه في الثوب وغادي نرجع فيها بحبكه على هاد الطريقه، الخيط الفوق وكتخدمي غرزه في الثوب بهذا الشكل، من بعد كتهبطي الخيط لتحت وترجعي فيها بحبكه. الان الخيط كيكون الفوق وكتمشي للثوب وتخدمي غرزه بهذه الطريقه، ومن بعد كتخلي الخيط لتحت وترجعي فيها بغرزه. هذه هي الحبكه غادي ديريها على طول هذاك الثوب اللي عندك. من الافضل ما تبقاوش تخدموا الحبكه بزاف، يعني ما تخدموش واحد المسافه كبيره، او تخدموا مثلا الكم وتخدموه كامل، ديروا الحبكة عاد ترجعوا تخدموا الدرس. من الأحسن خدموا غير واحد مسافة قصيرة وخدموا عليها الدرس، عاد رجعوا كملوا الحبكة شوية وخدموا عليها الدرس. ممكن تمنى تكونوا فهمتوني. هالطريقة كتكون أسهل من أنك تبقاي تديري تخدمي الحبكة حتى تسالي وعاد ترجعي تخدمي الدرس. المهم هذه طريقة مزيانة. هنا أول حاجة كتمشي للحبكة الأولى كتبتي فيها الخيط، وتمشي للحبكة الثانية ديري فيها غرزة، وكتعاودي ترجعي فيها بغرزة بهذا الشكل. من بعد غنرجع في هاد الغريزة هذه، وهذه نجر الخيط بهذا الشكل. الآن غادي نخلي الخيط الفوق ونمشي للحبكة ونخدم غرزة. فلاحظوا معايا مزيان، غادي نحاول هنا نجر الخيط، هنا حاولوا تزيروا واحد شويه باش يعطيكم هذاك الشكل ديال المثلث. من بعد كتهبط الخيط لتحت وتمشي لهاد الغرزه هذه اللي يلا تكونات، لان هنا كتبقى غاده بالزياده. المهم دابا غتمشي لهذا الراس وديري الغرزه الثانيه. من بعد لاحظوا معايا مزيان، غادي نعاود نرجع كنخلي الخيط الفوق ونرجع في الغرزة الأولى نخدمها، ونمشي للغرزة الثانية كذلك نخدموها بنفس الطريقة. الآن بلا ما تخدموا في الحبكة غتعاودي ترجعي في هذوك جوج غرزات. بغينا الهرم يكون فقط على جوج ديال الغرزات، اللي بغات هاد المثلث هذا يكون على ثلاثة فممكن تخدموا على ثلاثة. ترجعي في الحبكة وتزيدي هذيك الغرزة الثالثة باش الشكل ديال المثلث يكون عامر على هاد المثلث اللي غادي نخدم معاكم دابا. عندي الغرزة الاولى الثانية والثالثة وهذه الرابعة اللي غادي نخدمها معاكم دابا، ولكن بطريقة مختلفة. فالمهم غادي تخدمي هاد الغرزة الرابعة كيف ما قلت لكم، وكتخلي الخيط لتحت، وغادي ترجعي في هاد الغرزة الرابعة وغادي تخدمي الدرس ديال الواحد. كلوا الخيط على الإبرة فقط جوج ديال المرات، هنا ما بغيناش الدرس يكون الحجم ديالو كبير. من بعد هنا اللي حاولوا تركزوا معايا مزيان، حيت هنا بحال كيكونوا عندكم ثلاثه ديال الغرزات، كتعاودي ترجعي في هذيك الغرزه اللي كتكون في الراس الفوق هي اللي تديري فيها هذه الحبكه هذه. هنا اللي ركزوا معايا مزيان، دابا درنا الحبكه، من بعد غادي تخلي الخيط الفوق وغترجعي ماشي لهذه، هذه هي الثالثه كتمشي لهنا. لاحظوا معايا مزيان،
لهاد اللي كتكون في المنتصف. قلت لكم هنا كتعطيكم ثلاثة ديال الغرزات كيبانوا لكم الفوق، واحدة فيهم راها ماشي غرزة ولكن كتعطيك واحد المكان فين غادا تخدمي، فكديري هاد الغريزة هادي باش تسدي على هذاك الدرس، وعاد كتمشي لهنا لهاد الغرزة اللي بقات هي الأخرى وكتخدمي عليها هاد الغرزة هادي. فكنتمنى أن الشرح يكون واضح. الآن غادا تجيبي العقيق اللي عندك وغادا تخدمي به عادي جدا، كنركبوا هذيك العقيقة وغادا تخلي الحبكة الأولى وتخدمي في الثانية، وتنديروا هنا واحد الغريزة باش نقدروا نثبتوا هاد العقيقة. فلاحظوا معايا مزيان بهذا الشكل. من بعد غادا تمشي للحبكة اللي حداها. المهم دابا صافي هاد الدرس الشكل الأول كملناه، دابا غادي نخدم معاكم الشكل الثاني باش تقدروا تقارنوا ما بيناتهم. المهم دابا خدمنا غرزة على الحبكة وكتعاودي ترجعي فيها وديري هاد الغريزة هادي وترجعي فيها كذلك. المهم هنايا وكديري هاد الغرزة، دابا كتمشي للحبكة وتخدمي هاد الغرزة هادي. من بعد الخيط كيبقى لتحت وكتمشي لهنا هاد الغرزة الجديدة اللي يلاه تكونات وكتخدمي الغرزة الاولى، ودابا كتمشي لهاد الراس وتخدمي الغرزة الثانية. المهم هاد المثلث هذا راه ساهل وبسيط، فدابا كنخدمو الغرزة الاولى ونمشيو اللي حداها ونخدمو الغرزة الثانية. من بعد ما كنرجعوش في الحبكة بركة علينا يعني هاد العدد، كنعاودو ونرجعو ونكملو هاد المثلث واحد وهنا جوج، هذه الغرزة الثانية. الآن الخيط كيبقى فوق واحد جوج ثلاثة، ودابا هذه هي الغرزة الرابعة. فاش كنكملو أربعة ديال الغرازي صافي كنحبسو. ممكن يعني لو بغيتو تزيدو تخدمو واحد دور آخر ممكن تخدموه، ولكن يعني العقيقة غادي ما غاديش تجي هذيك البلاصة، غتولي كبيرة على فين نديرو العقيق. مهم صافي هذا هو الدرس الثاني. الدرس الثاني الشكل الثاني كيكون سهل، ما فيهش هذاك الدريس اللي تيكون في الراس ما درناش. ودابا غادي تثبتي هاد العقيقة كالعادة، كتخلي حبكة وتخدمي في اللي حداها وكتثبتي فيها هاد العقيقة هاي. فهذا هو الشكل ديال هاد الدرس، سهل وبسيط ما كياخدش يعني بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت المنظر ديالو زوين. فلاحظوا معايا دابا غادي نبدا معاكم الدرس الثاني. هذا غادي نديرو نفس الشكل الاول، ودابا راني كملت خدمت ربعه ديال الغرزات. هنا في هاد الغرزه الرابعه كتلوي جوج ديال اللويات وكتجري الابره. فكما قلت لكم هنا كيتكونوا عندكم ثلاثة ديال الغرزات، كتهبطي الخيط لتحت وكترجعي في هذيك الغرزه اللي كتبان لك الفوق في الراس. حاولوا هنا تركزوا حيت كاينه هذه وكاينه اللي تحت منها، هذيك تنديروا فيها غرزه وهنا كنديروا حبكه. من بعد غادي نخلي الخيط الفوق وغنرجع لهذه اللي تتكون الوسط هنا، وغادي ندير غرزه باش نثبت بها هاد الدريس ديال الواحد. والان غادي نخلي الخيط الفوق ورجع لاخر غرزه اللي هي هذه، وغادي نديرو فيها هاد الغريزه، كنجرو الخيط مزيان. ومن بعد غادي ضروري يعني غادي نديرو عقيقه. فلاحظوا معايا هذا هو الفرق اللي كاين ما بين الشكل الاول والشكل الثاني. فاللي عجبها الشكل الاول ممكن تخدم به كل شيء، واللي عجبها الشكل الثاني تخدم به كل شيء، واللي بغات تخلط يعني دير كيف ما درت انا، مره هذا مره هذا، فممكن. المهم كل وحده والذوق ديالها. كنتمنى ان هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم كاملين، واي تساؤل خليوه لي في التعليق. شكرا للدعم ديالكم.